إضاءة، ما عندهم كهرباء. Michael, we have a gift for you. يا جماعة شو شعره شلون؟ Oh, beautiful. لم تكن هي الزيارة الأولى إلى تنزانيا، بل سبق هذه الزيارة عدة زيارات كان جلها إلى الجبل، جبل كيليمنجارو العظيم. ولكن أستطيع أن أقول بأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى الحقيقية. قبل شهر من هذه الزيارة اتصل بي صديقي حسام وأخبرني عن فكرة لديه قد تساعد في تحسين حياة شعب الماساي كثيرا، فمنهم شعب الماساي وأين يعيشون وكيف هي حياتهم. يا جماعة احنا ماسكين طريق الآن، صار لنا تقريبا ساعتين ونص. الدليل اللي معانا من الماساي ومعاه سكينة، بوريكم اياها الحين. هذه سكينة الماساي، تشوفون شلون ثقيلة طايحة. وهذه الإضاءة موجودة هنا. عيالنا اليوم معانا الكراتين هذه، 1 2 وهنا 3 وتحت 4. خلوني أوريكم الإضاءة بالطاقة الشمسية هذه شلون تشتغل. نشوف كلها جديدة. زين شلون يشتغل؟ يشتغل بالطاقة الشمسية. يعني تحط الجهة هذه على الشمس تقريبا ساعتين وتعطيك إلى 9 ساعات فل. شو هذا شلون قوية؟ How can we say smile smile in Masai? Yeah. Takenya. Takenya. Ta. Okay. W. E. E. والله لا اجيبها. اوكي. تا اوكي. تاو كينيا. يا تاكوينيا. 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 يا تاكوينيا. يا تاكوينيا. ها تاكوينيا. صح؟ تاكوينيا. انا باللغات بتجيكم لغات. يا جماعة في نقطة مهمة. الرحلة غير مرتب لها ترتيب، أقصد من ناحية أنه خطة وكذا. تعرفون أفريقيا أي خطة بتحطها بتفشل. فحنا رايحين. أوه لحظة لحظة، وش هالقراقيش يا تحول؟ like a bangle, like a bangles, like a crab, Masai, yeah. اوكي بيوتيفول. احنا اللي بنسويه انه نشوف الطريقه المناسبه. ها سامح، يعني مثلا كل عائله يكون لها واحد، كل عائله يكون لها واحد. المدرسه مثلا يكون لها 3 4، ممكن في الفصل كمان، الفصول كل فصل يكون في 1 أو 2. شوف culture of our village. قرية تينجة. Should be a guest to enjoy the song. Okay. To thanks. To thanks. Yeah. Thanks for what? Yeah. For coming. For coming. That's it. Yeah. يا جماعة شو شعره شلون؟ اوه والله عجيب هذا. هاوس. one house for one woman, but they have more than 10 children or 6 children. So it depends. And normally in the Masai house we have two beds. Two beds? 2 beds, yeah. One for men? One for men, and then also one for men and wife, and then also one for children. Okay. But it depends, because when the children grow up and then they get 10 years, they can stay in grandma house. هذا البيت اللي أنا فيها الآن اللي مبني من الطين زي ما تشوفون، هذا طين زين، وهذا يتماشى طبعا مع البيئة الموجودة والقش اللي هي الأغصان. هنا منطقة الغسيل، ممنوع أحد يدخل أكل داخل، يطبخون داخل بس الأكل هنا في المنطقة هذه. شوفوها كم تأخذ المساحة زين، وهذه هي هنا قاعد تضحك. So this is a place for the next bed for the children. Good. يا جماعة هذا البيت وهذه طريقته. I like this. What is this? تعال صور هذه. تعال شوف خدوده، تعال شنو هذه؟ What is this؟ المساي من القبائل الرحل في العالم. هذا الرجل حاط وسم. ليش وسم؟ لأنه مرتحل. فإذا مثلا زار قرية ثانية تبعد 200 كيلو أو 50 كيلو يصيرون يعرفونه من الوسم. بس والله عجيب، يعني أنا عاجبني حيل. So can I have one like this? Is that very hot. Okay. شوف هذا المكان اللي يطبخون فيه، وهذا أحد الأبناء الموجودين. طيب السؤال، وين الزوج والزوجة ينامون؟ هنا يا عمده، هنا ينامون. هذه غرفة النوم طبعا احتراما لهم، بس نصور كذا على السريع ونمشي. طالع شوف رجلها شلون. احنا زرنا البيت ده بيعيش فيه أكثر من 6 أشخاص. ان شاء الله هنهدلهم مصباحين بيشربوا بالطاقه الشمسيه. هالشيء اوه بيوتيفول. هذا واحد من البيوت، قاعدين نشوف الاضاءه اذا تشتغل او لا. شوف العجوز ما عندها لا الاضاءه هذه. هلو بيوتيفول. نمشي الحين، لنا كم؟ لنا تقريبا يمكن ربع ساعة ومعاها المصباح. أنا أخذتها قاعدة في حياتي، أي قبائل تعيش مرتحلة ما لها موطن لا تأخذ منهم وصف، لا تأخذ منهم دقة بالمواعيد. ها جايز، رايت اور ليفت؟ ساعتين وبدون يمين يسار يمين يسار، دخلنا في غابة. هذا حاطينه عشان الأسد، إذا جاء الأسد في الليل وهم نايمين يهرب. اليوم جانا الهواء صراحة وذبحنا ولا زال إلى الآن، بس بجي عند البيوت هذه عشان يخف شوي. اليوم وزعنا تقريبا 60 إضاءة. طبعا ليش هذه الإضاءة هي أفضل شيء للمناطق هذه؟ لأنه ما يحتاج إنك تحط فيها اللي هي البطاريات هذه، بس خلاص عطهم إياها وتحت الشمس، وهنا الشمس تذبح واموره طيبه. هذا الشوك هذا جاي من شجره يستخدمونها طال عمركم، يعني زي تعطي طعم مع الشاي. يعني هذا يقصونه يطلعون منه داخل، يفتتون اللي داخل ويحطونه مع الشاي ويشربونه، يعطي كذا لذعه، يعني يصير شاي سبايسي. I need 10,000 shilling for this. 10,000. Come on. Give me money. ردة الفعل اللي جات منهم تحسسك ان انت سوي شيء عظيم جدا. نور يا جماعة، نور نور، احنا عندنا نور في الجوال، يعني عنده نور في الغرفة، عنده نور في السيارة. النور هذا بالنسبة لهم أعظم شيء يقدم. يعني شوفوا أهل القرى كلهم هنا يعني حاسين بفضل عظيم مننا وإحنا ما سوينا شيء، كل الموضوع إضاءة بس. مرحبا يا جماعة، هذا تو راجع مدرسة، شوفوا شلون مجتهد وروح معاه بيته. هذا بيت يوسف. شوفوا بالعادة النار اللي موجودة هنا هي اللي يستعملونها. هذا يوسف مع الإضاءة حقته، وبيصير يقرأ عليها إن شاء الله، أو يقرأ من خلالها. إيش هذه؟ ساعة؟ عجيب. أوكي يوسف what is this؟ شوف شلون رابطها. لا لا دام شوف شلون رابطها. يا الله يا جماعة شيء غريب. اوكي بيوتيفول كذا. أعرف الساعة تصدقون يا جماعة؟ ترى الله يقول لنا لا يقول سبحان الله سبحان. هذه الإضاءة ما كلفتنا جهد شخصي إلا تقريبا 10 دولار. الناس متعطشة للإضاءة. ليش؟ لأن ما في إلا طريقة واحدة للإنارة، النار، والنار تكلف. شوفوا الناس كيف تجمهروا علينا عشان فقط إنارة. جهد بسيط جدا يغير حياتك أنت ويغير حياة الناس. حصلنا هذول رعاة الأغنام، وصور الغنم اللي وراه. شوف هذا الغنم حقهم، وهم يطلعون من تقريبا الصباح ويرجعون على الغروب. هذه عادة رعاة الأغنام، بنعطيهم هذا ونعلمهم عليه. طبعا أهل القرية كلهم سمعوا عن الإضاءة وجاوا. للأسف عدد محدود عندنا. هلو هلو. يلا نطلع، يلا يلا. شوفوا العوايل جاية. استحوا استحوا. هذا تكلفته تقريبا 10 دولار او 15 دولار، يعني 60 ريال. يعني وجبة عشاء لشخصين، وجبة عشاء لشخصين تخلي الناس اللي هنا يعيشون في الصحراء تتغير حياتهم إلى الأبد. مو فقط أنك تسعده، لأن سعاد الناس ممكن يجي بابتسامة ما له علاقة، لكن أنك تغير حياته للأبد. هذا هو المحك. Michael, we have a gift for you. You speak English? Really? Do you have electricity in your village? You have electricity or no electricity? Will study? What you will do with it? عارفها هذه، امسكت هنا. Do you know Saudi Arabia? Saudi Arabia. You know Saudi Arabia? The play football of the World Cup. Oh, you know World Cup. Yes. Did you see the first match with Russia? Yes. 5-0. Yes. والله عرفوا منتخبنا. Okay, we will give you. What is this? Yes. It is a head. Oh. Shami? عجيب. طالع هذا. اوكي يوري في الماساي. ماساي he's not ماساي. هلو. راحت الحجية معاها الإضاءة، والأول مرة في حياتها الطريق منور.